رشيد الهدف الرابع لهذا البرازيلي الذي قال أحلم بمعانقة كأس ملك إسبانيا، ويبدو أن حلمه يتراءى أمام عينيه الآن. بنتو يشد من أسر لاعبيه، الهدف ليس مستغربا جدا قياسا إلى بعض الانضباط في أداء الدفاع من البرسا، قياسا إلى حماس فالنسيا، قياسا إلى انضباط فالنسيا، قياسا إلى الأداء الذي شاهدناه حتى الآن. بالتالي هذه هجمة منظمة على تكتيك جيد. تمريرة الثانية الثالثة على الجهة اليسرى، جيريد باتري يتقدم يتعقب يمرر الكرة للخلف، البرازيلي المنتفع بدون رقيب. لاحظوا كيف جوردي ألبا أعطاها لجيريد باتري، العمل بدأ من هنا وتعرضية إلى الخلف. لاحظوا جوناس وحيدا المنتفع من الخلف، لا أحد مع جوناس، وبالتالي العقاب فوري والكرة في شباك بيتو. لم يستطع برشلونة هنا أن يفعل شيئا، ووصل بايون متأخرا، وهدف أول لفالنسيا تماما كما تقدم أولا في الدوري، تقدم أولا في الكأس هنا، ولكن متأخرا ربع ساعة عما فعل في الدوري. الفرحة في المستايا وتقدم فالنسيا بهدف قبل لا شيء، ولاحظوا فرحة المدرب أوناي إيمري تضاهي فرحة اللاعبين، تذكرنا بفرحة لاعب التنس الشهير الإسباني نادال عندما يسجل نقطة حاسمة. وهنا الكرة في ملعب برشلونة، برشلونة مطالب بالرد، ولكن أمامه ما زال وقت طويل وطويل جدا للرد، ليس فقط 18 دقيقة من الشوط الأول وليس الشوط الثاني بأكمله، بل هناك شوطان آخران في ملعب